بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم كورس الميكانيكس. أول حاجة عندنا في الدرس بتاعنا هنبدأ في كورس الميكانيكس، أول حاجة عندك الفورس في التو دايمنشن، القوة في التو دايمنشن. تو دايمنشن يعني عندك محور اكس وواي، اكس اكسس واي اكسس. طيب عندنا هنا أي قوة هنيجي نمثلها دلوقتي معانا، القوة دي بيبقى ليها محصلة في اتجاه الاكس بالنسبة لمتجه اي، ومحصلة في اتجاه الواي بالنسبة لمتجه جي. طيب لو لقينا كتلة عندنا في اي مسألة، يعني مثلا قال لك مثلا ان هنا مثلا في كتلة، تمام، احنا بنشتغل قوة، والقوة ديت كأنها وزن، فساعتها بتحسب الدبليو. الدبليو دي بالنسبة لك اللي هي بتساوي ام في جي، اللي هي عجلة الجاذبية، فبتضرب الكتلة في عجلة الجاذبية، ده في حالة ان هو يديك الكتلة. طيب لو انت عندك سبرينج في اي مسألة في التو دايمنشن، السبرينج ده بيبقى مديك حاجة اسمها الكي، الكي ديت اللي هي سبرينج ستيفنس او سبرينج كونستانت، اللي هو ثابت الزنبرك، ثابت الزنبرك. بيبقى فيه دايما قوة موجودة على الزنبرك ده، قوة الزنبرك ده بتساوي ايه بقى؟ الاف سبرينج بتساوي الكي اللي هي سبرينج كونستانت في الدلتا ال. دلتا ال دي عبارة عن ايه؟ انت عندك السبرينج اهوت في حالة ثبات بيبقى له طول ابتدائي، لما احنا بنيجي نشده ايه اللي بيحصل في السبرينج؟ بيتمط معايا شوية، اصبح ان انت عندك طول نهائي. الدلتا ال دهيت عبارة عن الطول النهائي ناقص الطول الابتدائي، يعني يطلع عندك المقطع ده كده، يبقى الدلتا ال دي بتساوي الطول النهائي ماينس الطول الابتدائي. طيب دي الملاحظات اللي احنا ممكن تكون عندنا في مسألة، في المسائل اللي احنا ممكن نقابلها بعد كده. تمام، يجي مثلا هنا عندك سؤال، مثلا هو مديك شكل اهوت، وقال لك هنا في سبرينج موجود اهوت، السبرينج ده متوصل وهنا في كتلة متعلقة وهنا في زاوية 30، وقال لك ان الطول ده كله عبارة عن 2 متر. طيب المطلوب هنا في المسألة، في السؤال هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك find the required length of chord AC، بيقول لك عاوز طول الكورد اللي هو الضلع AC ده، بيقول لك ذات 8 كيلو جرام، يعني هنا في كتله قيمتها 8 كيلو جرام. طبعا احنا قلنا نشتغل بالوزن، فاول حاجه تفكر تعملها تقول ان الدبليو بتساوي ام في جي، 8 كيلو جرام، فتقول 8 اللي هي الكتله في عجله الجاذبيه 9.81، احسب الكلام ده يطلع معاك 78.5 نيوتن، ده قيمة الوزن. طيب بقول لك هنا ايه بقى؟ The undeformed length of spring AB is 4/10. Undeformed length، undeformed length او unstretched length معناه الطول الغير مشدود، الطول الغير مشدود اللي هو الطول الابتدائي. يعني هو كأنه هنا بيقول لك ان الطول الابتدائي بتاع الضلع AB بيساوي 4/10، اسمه الطول الابتدائي undeformed او unstretched اللي هو الطول الغير مشدود. طيب وقال لك هنا stiffness of spring اللي هي قيمة الكي يعني بتساوي 300 نيوتن على متر. عشان تحل المسألة دي، نحل المسألة دي ازاي؟ أول حاجة عندك بتبدأ ترسم محور اكس وواي، ده محور اكس وواي اهو، وبتبدأ تمثل القوة ديت اللي موجودة على الشكل. طيب عندك الضلع اي سي ده يعتبر كابل او خيط بيطلع منه قوة شد اسمها ايه؟ تي اي سي، مايلة بزاوية 30 اهي. طيب هنا في وزن نازل اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدبليو اللي هي 78.5، دي قيمة الوزن.
هنا في اللي هو الكوت السبرينج ديت، هيبقى في هنا اسمها اف اس، او ممكن تسميها تي اي بي، بس تبقى عارف ان الاف اس هي التي اي بي اي حاجه. طيب وبعدين ابدا اعمل ايه؟ طبعا عندك طريقتين، يعني انت ممكن تقعد تحلل ده اللي جنب الزاويه ياخد كوزاين وده ياخد ساين، وتبدا تعمل سمشن اف اكس اللي ماشي كده بوزيتيف ماينس اللي ماشي كده، وبعد كده سمشن اف واي اللي طلع فوق بوزيتيف ونازل تحت ايه نيجاتيف. دي طريقه. الطريقه التانيه انك توصل الثلاث قوى دول بداله الاي والجي، توصل الثلاث قوى دول بداله الاي والجي. طيب احلها ازاي؟ تعال نشوف كده. لا انا هوصلها بداله الاي والجي، ده الشكل اللي قدامنا اهوت ماشي. انا اول حاجه عندك هنا ماشي قوه السبرينج، تمام. قوه السبرينج ديت انت عايز تجيب المحصله في اتجاه الاي والمحصله في اتجاه الجي اللي هو محور اكس وواي يعني. طيب دي موجوده على محور اكس يبقى الواي بصفر. طب دي ماشيه في الاتجاه الموجب ولا في السالب؟ في الاتجاه البوزيتيف، يبقى موجب اف اس. ده اول حاجه. تاني حاجه الوزن اللي هو الدبليو، عايزين نكتبه بداله الاي والجي. ده موجود على محور واي يبقى الاكس بصفر. طيب الواي دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، يبقى سالب 78.5. تمام. طيب لسه عندك القوه المايله دي. طب ما القوه المايله ديت لازم نحللها، فلما بتيجي تحللها اللي جنب الضلع اللي جنب الزاويه بياخد كوزاين، فتقول تي اي سي كوزاين 3 تي، وهنا تي اي سي ساين 3 تي. طيب وبعدين نبدا نكتب التي اي سي اهي، بداله الاي والجي اللي هو الاكس والواي. تعال نشوف كده، ده موجود في الاكس النيجاتيف في السالب، يبقى نكتبه كده بالسالب، سالب تي اي سي كوزاين 3 تي. طيب ده موجود على محور واي الموجب البوزيتيف، فتكتب موجب تي اي سي ساين 3 تي. كده انت جبت الثلاث قوى بداله الاي والجي. طيب عشان تجيب سمشن اف اكس اللي هو اتجاه القوه في اتجاه الاكس يعني، هتقول ايه؟ اجمع كل الايات اللي موجوده دي، تمام. هتقول اف اس هنا في زيرو خلاص، ماينس تي اي سي كوزاين 30 هتساوي زيرو. طيب اعمل سمشن اف واي ونصوب بصفر، يبقى صفر ده خلاص سالب 78.5 بوزيتيف تي اي سي ساين 30، تي اي سي ساين 30 كل ده بيساوي صفر، تمام. طيب انا كده جبت معادلتين اهمت. طيب انا في واحد تاني ممكن يحل بطريقه اسهل واسرع من دي بكتير، ازاي؟ وهنقارن اللي احنا طلعناه بطريقه الحل التانيه. احنا طلعنا طبعا دول المعادلتين معانا هم، صح كده؟ طيب تعال نشوف الطريقه التانيه اللي هو كنت ممكن تطلع الناتج على طول، كنت هتعمل ايه؟ ده الشكل اللي قدامك اهو، تمام. اي قوه موجوده على محور اكس او واي ما بتتحللش، ده موجود على محور اكس ما بتحللش، ده موجود على محور واي ما بتحللش. طب ايه اللي بتحلل؟ القوه المايله بس، بنحللها على اكس وعلى واي بنفس الاتجاه بتاعنا دي. وكنت ساعتها بتكتب على طول تقول سمشن اف اكس بتساوي صفر وسمشن اف واي بتساوي صفر، وانت بتشتغل سمشن اف اكس اللي هيمشي كده بوزيتيف واللي هيمشي كده نيجاتيف. تعالى كده قول كده اف اس ماشيه بوزيتيف اهي، بص كده معايا. طيب ماينس تي اي سي كوزان 30، ماينس تي اي سي كوزان 30 اهي، معادله طالعه في ثانيه اهي. طب سمشن اف واي هتقول اللي فوق بوزيتيف اللي هو بوزيتيف تي اي سي ساين 30 اهو موجب اهو، واللي تحت ماينس بالسالب اهو. طبعا اللي انا بقوله ده اسرع بكتير، بس دي طبعا ساعات احنا بيحكمنا مثلا في الدراسه بتاعتنا ان الشخص اللي بيشرح لحضراتكم ان هو ممكن يشتغل كده او يشتغل كده، تمام. طبعا هو الاسهل انك تشتغل كده على طول. طيب بيبقى معاك معادلتين، المعادلتين دول تبدا تحلهم. فناخد المعادله رقم 2 دي، سالب 78.5 يوديك جنب التاني، يبقى معاك تي اي سي
ساين 30 اللي هي بنص بتساوي 78.5. اختصر لي الكلام ده، اضرب هنا في 2 وهنا في 2، يبقى تطلع معاك قيمة التي اي سي معايا. تطلع قيمة التي اي سي بعد ما نحسبها يا جماعة تطلع معايا 157 نيوتن، 157 نيوتن. وحضراتكم ممكن تتأكدوا معايا بآلة حاسبة. طيب طلعت التي اي سي دي، تاخدها تعوض بقى في المعادلة اللي فوق الأولى دي. ما أنت معاك التي اي سي ب 100 بكام هنا؟ 157، تشيل دي كده وحط مكانها 157، فتقول 157 في كوزاين 30، 157 في كوزاين 30، تمام؟ طيب تطلع معايا بسالب، طبعا عشان هنا في سالب، سالب 136، تروح الجنب التاني موجب 136، يبقى الاف سبرنج طلعت معايا دلوقتي 136 نيوتن. طيب انا قلت في اول الحاجه ان احنا لو عندنا سبرنج بنستخدم القانون ده، تمام؟ فاكيد اكيد اكيد لازم تستخدم القانون ده معايا. طيب فتعال نكمل المساله كده. انا كده جبت اف سبرنج اهوت، فنقول هنا اف سبرنج دي هتساوي ايه؟ اف سبرنج اللي احنا طلعناها بتساوي كي دلتا ال، اف سبرنج اهيت بتساوي كي دلتا ال. الكي اللي هي قيمتها بكام في اول المساله؟ 300، معايا 300 اهيت. والدلتا ال اللي هو الطول النهائي ماينس الطول الابتدائي، الطول الابتدائي 4/10، فالارقام دي موجوده معايا اهي. يبقى الكي معايا 300، وقلنا الدلتا ال دي عباره عن الطول النهائي ماينس الطول الابتدائي. الطول النهائي مش معايا والطول الابتدائي ب 4/10. طبعا احنا بنتكلم على طول مين؟ اي بي اللي هو السبرنج اي بي. طيب اف سبرنج احنا لسه طلعناها ب 136، اقسم ده على 300 هنا، ماشي؟ يطلع معايا علامة 4 5 3 بتساوي طول الاي بي ماينس 4/10. تجيب الرقم ده الجنب التاني بالبوزيتيف، يبقى يطلع معاك طول الاي بي بيساوي علامة 8 5 3 متر. اللي انا طلعته ده الطول بتاع الاي بي، ده الطول النهائي. طبعا انا علقت وزن هنا، فلما علقت وزن هنا السبرنج ده اتشد معايا، تمام؟ فلما اتشد معايا فرد معايا شويه، فلما فرد معايا شويه اصبح ان طول نهائي، فهي دايما شغال بالاطوال النهائيه، تمام كده؟ طيب هو في المساله كان طالب ايه؟ كان بيقول لك انا عاوز طول الكورد اي سي، وعاوز طول الحته دي كده اللي هو طول الجزء ده كده. طيب احنا لو جينا لاحظنا معانا هنا ان الجزء ده كله على بعضه قيمته 2 من اول هنا لحد هنا، يعني الجزء ده كله الحته الافقيه دي كلها ب2، صح كده؟ طيب يعني الاتنين دي تمثل ايه؟ تمثل طول الاي بي زائد الجزء ده، طول الاي بي زائد الجزء ده. طيب يبقى الاتنين دي بتساوي طول الاي بي زائد الجزء ده. الجزء ده اللي هو ايه؟ ما تقوليش الجزء ده اللي هو اي سي، لا ده الخط الافقي. الاتنين ديت بتمثل الحته الافقيه دي كلها، تمام كده؟ فالحته الافقيه دي لو اعتبرنا ان ده الطول بتاعنا، وكانك بتحلل الطول، يبقى اللي جنب الزاويه بياخد ايه؟ بياخد كوزاين. يبقى الطول ده هو عباره عن ال اي سي كوزاين 30، تمام يا جماعه؟ الطول ده كانك بتحلله، يعني لو انت عايز الطول ده مثلا هتقول ال اي سي ساين 30، مظبوط؟ طيب يبقى ده بيساوي الطول اي سي كوزاين 30. انا معايا طول الاي بي اهو اللي هو علامه 8 5 3 بوزيتيف ال اي سي كوزاين 30، هنودي ده الجنب التاني هنا، فتقول 2 ماينس الكلام ده يطلع 1.147 كوزاين 30 اللي هي جذر 3 على 2 ال اي سي. نحسب طبعا ال اي سي بتساوي ده على ده، يطلع معاك طول الاي سي بيساوي 1.32 متر، وهو ده طول الكورد اي سي اللي هو طلبه في المسألة. هو كان طالب بيقول لك انا عاوز لينث اوف كورد اي سي، فانا طلعت طول الوقت طول مين؟ طول الضلع اي سي.
تمام يا جماعة كده؟ طيب ناخد مثال تاني معانا. ونحاول نفهم الموضوع بسيط إن شاء الله. موضوع التو دايمنشن موضوع بسيط جدا. طيب مثال تاني اهوت عندك هنا شكل مديهولك. الشكل اهوت موجود هنا في قوة فورس. هنا قال لك القوة دي مديلك في المسألة ب 300 اسمها اف القوة دي. وهنا في وزن نازل اهوت ماشي. هنشوف هل هو مديهولك وزن ولا مديهولك كتلة. لو مديهولك كتلة بتضربه في حاجة الجاذبية تمام. طيب الطول ده ب 2 متر، الطول ده ب 1 متر، الطول ده ب 1.5 متر. طيب هنبدأ نحل المسألة دي. هنشوف المسألة بيقول لك ايه. بيقول لك find the force in cable AC and AB. بيقول لك عاوز القوة في الكابل AC والكابل AB، وبيقول لك ان في هنا كتله قيمتها 20 كيلو جرام. بيقول لك ان هنا في سلندر هنا قيمته 20 كيلو جرام. يبقى تقول اول حاجه ال W بتساوي ام في جي. ام ديت اللي هي 20 وعجله الجاذبيه اللي هي 9.81 تمام. تحسب ال W هنا تطلع معاك ب 196 نيوتن. طيب وبعدين هنبدا نشتغل زي ما احنا قلنا بمحور اكس وواي. هنحط القوة عندك في بداية محور اكس واي اهوت. القوة دي 300 قيمتها 300 اهيت. نازل وزن اهوت قيمته 196. في قوة هنا اسمها اي بي اللي هو قوة الضلع. اي بي ده هنسميها تي اي بي اللي هي التنشن، الشد بتاع الاي بي يعني. وهنا التنشن بتاع الاي سي. وفي الاول وفي الاخر هم كلهم على بعضهم قوه، تنشن وزن دبليو فورس كلهم على بعضهم قوه. طيب انا بقى محتاج ايه عشان احلله؟ طبعا احنا ممكن نشتغل بالطريقتين اللي هم اللي فاتوا. ايه هم اللي في الطريقتين؟ الطريقتين الاولانيه، الطريقه الاولانيه مثلا ان ممكن تجيب الاربع قوه دول بدلاله الاي والجي تمام زي ما احنا اتعلمنا، وبعد كده تجمع الايات مع بعضها يطلع لك سمشن اف اكس، تجمع الجهات مع بعضها يطلع لك سمشن اف واي تمام. وممكن تجيب من على الشكل على طول. احنا في كلتا الحالات لازم نحلل القوه المايله دي. طيب انا باجي احلل بحلل ازاي؟ انا باخد الزاويه، يعني عشان احلل التي اي سي دي لازم احلل بين الزاويه من اول المحور لحد التي اي سي، من اول المحور لحد مين؟ التي اي سي. وليكن مثلا الزاويه دي اسمها سيتا، اللي هي تبقى فوق في الشكل هنا برضو اسمها سيتا كده. طيب عشان احلل الزاويه بتاعت التي اي بي لازم الزاويه دي تيجي ازاي؟ هل هي الزاويه الداخليه دي؟ لا، يعني نفترض دي لو ما كانتش موجوده كان ايه اللي هيحصل؟ ما انت كنت هتاخد دي كلها. يبقى الزاويه بالنسبه لك من عند المحور لحد القوه دي سيتا اهي. الزاويه دي من عند المحور لحد القوه يبقى اسمها ايه؟ اسمها الفا. وهنا اسمها الفا. طيب الحاجات دي بتيجي منين بقى؟ الحاجات دي بتيجي من المثلث تمام. السيتا دي تيجي من المثلث الصغير ده تمام، والالفا بتيجي من المثلث الكبير ده. فتعالى السيتا اهي ده المثلث الصغير، الضلع ده 2 وده 1 تمام. طيب احنا عندنا حل من الاثنين، يا تجيب ده من فيثاغورس يعني تقول جذر ده اس 2 زائد ده اس 2 يطلع معايا بجذر 5. وفي حل تاني ان ممكن تجيب الزاويه على طول، تقول شيفت تان 1/2 يطلع معاك الزاويه على طول وتحلل بيها كده او كده ينفع. طب عايز تجيب الالفا، الالفا اهيت. الالفا دي طبعا واخده المثلث الكبير ده كله اللي هو هيكون قيمته الحته دي ب2 والحته دي كلها ب2.5. ونجيب الوتر ده بيساوي جذر ده اس 2 بوزيتيف ده اس 2 يطلع جذر 141/2 تمام. ممكن برضو نجيب عن طريق ايه؟ شيفت تان
مقابل على مجاور 2.5 على 2، انت طبعا بتضغط قبلها شيفت تان 2.5 على 2، دي بتطلعك الزاوية على طول وتحلل بقى عليها على طول. طيب احنا طبعا بامكاننا دلوقتي ان احنا جبنا السيتا والالفا، نبدأ نحلل التي اي سي ديت اللي هي خاصة بالزاوية مين؟ سيتا. نحلل بقى، يبقى تي اي سي كوزاين سيتا. اشمعنى كوزاين؟ المحور اللي جنب الزاوية بياخد كوزاين، وده تي اي سي ساين سيتا. طيب التي اي بي هنحللها بالزاوية بتاعت اللي هي الفا، تي اي بي كوزاين الفا، وهنا تي اي بي ساين الفا. تمام كده؟ كده انا بدأت احل المسألة اهوت. طبعا انت خد بالك ان الساين الفا والساين سيتا والكوزان سيتا والكوزان الفا كلهم يعتبروا معاك دلوقتي، تمام؟ فتعمل سمشن اف اكس، هنعمل سمشن اف اكس اهوت، هيطلع من هنا معادلة، وسمشن اف واي هيطلع من هنا معادلة، ونحلهم مع بعض. طيب هنشوف الكلام دلوقتي اهوت. ده اول حاجة اهيت معايا، نعمل سمشن اف اكس هتساوي زيرو. اللي ماشي كده بوزيتيف، اللي ماشي ناحية اليمين موجب، واللي ماشي ناحية الشمال سالب، فتقول ده 300 موجب اهو. ده ماشي كده نيجاتيف، الاتنين دول ماشيين نيجاتيف لأنهم ناحية الشمال كده، فتقول ماينس تي اي سي كوزاين سيتا. كوزاين سيتا، ركز معايا، أنت لو كنت جبت الزاوية هتحط الزاوية على طول، تقول كوزاين الزاوية. طب أنت ما جبتش الزاوية، عملت بالمثلث، ما الكوزاين ده بيساوي إيه؟ مجاور على وتر، يعني 2 على جذر 5. فتشيل الكوزاين دي كلها وتحط مكانها كام؟ 2 على جذر 5 ماينس تي اي بي كوزاين الفا. كوزاين الفا دي اللي هي بتساوي كام؟ مجاور على وتر، 2 على الكلام ده، يبقى 2 على جذر 41 على 2، كل ده بيساوي صفر. ما تخضش من الارقام، الارقام كلها بسيطه ان شاء الله. طيب نختصر الكلام ده، 300 زي ما هي ماينس الرقم ده، نختصر هيطلع معايا 98 89 من 100 تي اي سي، واختصر الرقم ده يطلع معايا 0.624 تي اي بي، ده بيساوي صفر. ودي الاتنين دول الجنب التاني، السوالب دي تروح بالبوزيتيف، يعني السالب دي تروح بالموجب وده يروح بالموجب، يبقى يطلع معاك 89 من 100 تي اي سي زائد علامة 624 تي اي بي بيساوي 300، او تودي 300 الجنب التاني بإشارة سالبة وساعتها كلهم يبقوا سوالب، وبعد كده تشيل السوالب مع بعضها يطلع معاك المعادلة اهي. دي أول معادلة طلعت معايا، أول إيكويشن معايا. نبدأ نشتغل بعد كده سميشن اف واي، اللي طلع فوق بوزيتيف ونازل تحت نيجاتيف، فتقول هنا الاتنين دول بوزيتيف عشان طالعين لفوق، وده هنا نازل تحت ايه؟ نيجاتيف. فتقول تي اي سي ساين سيتا. ساين سيتا اهي المثلث اهو، ساين بيساوي مقابل على وتر، يبقى واحد على جذر 5، واحد على جذر 5 بوزيتيف. تي اي بي، تي اي بي ساين الفا مقابل على وتر، يبقى تي اي بي مقابل اللي هو 2.5 على وتر، جذر 41 على 2، كل ده ناقص كام؟ ماينس 196، كل ده بيساوي زيرو. طيب ماينس 196 تروح الجنب التاني بوزيتيف، يعني 196، وتقول 1 على جذر 5 اللي هو علامة 447 تي اي سي، ده على ده يطلع بوزيتيف علامة 781 تي اي بي. كده اصبح عندي ايكويشن تانية، طب انا عندي كده اتنين ايكويشن اهم، ديت ودي. طيب الاتنين ايكويشن دول باتنين انون مجهولين، التي اي سي والتي اي بي. ساعتها نقدر نستخدم آلة حاسبة بدل ما تحلهم طبعا مع بعض يدوي كده، واسهل حاجة انك تشتغل آلة حاسبة، تمام؟ تبدأ تطلع الايه؟ المجاهيل دي. فساعتها تضغط على الآلة الحاسبة على مود، بضغط بعد كده على رقم 5 اللي هو يكون جنبه EQN اللي هي اختصار كلمة equation معادلة، وبعد كده تختار رقم 1 اللي هو هيظهر معاك الآلة الحاسبة بالمنظر ده كده. المنظر ده معناه انك هتدخل الأرقام دي المعاملات دي، يعني ده يساوي ده يساوي ده يساوي،
وبعد كده ده يساوي وده يساوي وده يساوي، هيظهر لك على الآلة حاسبة كده، بشرط إن الحد المطلق دوت لازم يكون معدي الجنب التاني، يعني ما ينفعش يكون مع الجنب ده، تمام؟ وتحلها بآلة حاسبة، يطلع معاك أول قيمة عندك هي قيمة التي إي سي اللي هي أول حاجة أنت دخلتها، تطلع معاك ب 200 حوالي 269، ويطلع معاك قيمة التي إي بي بحوالي يعني ممكن 96 و97 من 100، ممكن تقربها انت تخليها 97، تمام؟ ده بالنسبة لنا مسألة تانية. طيب انا هفترض مثلا ان انا بحل مسألة وما كانش عندي اي انون خالص، مفيش مجاهيل خالص، بحل المسألة ازاي؟ بمعنى قصدي ايه؟ انا مثلا بحل المسألة كده معايا كل حاجة موجودة، أنا بحلل ومعايا كل حاجة موجودة، أنا هفترض أي أرقام من عندي أنا كده دلوقتي، معايا مثلا قوة هنا مثلا ب 20 مثلا، والزاوية دي مثلا ب 30، معايا قوة هنا مثلا ب 50، معايا قوة هنا ب 10 مثلا، معايا مثلا قوة هنا ب 80، والزاوية دي 45، أنا بقول أي أرقام من عندنا، تمام؟ وبقول لك هنا عاوز إيه؟ عاوز المحصلة. الكلمة دي معناها المحصلة اللي هي هتمثل معاك بالنسبة لك حاجة اسمها الماجنتيود اللي هو المقدار بتاعك، وحاجة اسمها الدايركشن الاتجاه. طبعا تحليل القوة دي هتقول ديت 20 كوزاين 30، وهنا 20 ساين 30، حلل دي 80 كوزاين 45، وهنا 80 ساين 45، وتعمل سمشن اف اكس. طبعا ما تقوليش هنا ان هي بتساوي صفر، احنا في المعادلات اللي فاتت كنا بنقول بتساوي صفر لان كان ده حالة اتزان، من الاخر كده تكون في مجاهيل. انت لو قلت ده بيساوي صفر هو غلط. ليه؟ لانك اصبر معايا كده، قول سمشن اف اكس هتقول اللي ماشي كده بوزيتيف واللي ماشي كده نيجاتيف. طيب شوف كده 20 كوزاين 30 اهي بوزيتيف، ده نيجاتيف وده نيجاتيف، ماينس 80 كوزاين 45 ماينس 10، اعمل دو عمليه حسابيه هيطلع معاك برقم. ازاي بقى صفر بيساوي رقم؟ فما تحطش بتساوي صفر ده لما يكون في مجاهيل. وبعد كده تقول سمشن اف وار، اللي طالع فوق بوزيتيف واللي نازل تحت نيجاتيف، 20 ساين 30 اهيت، ودي طالعه فوق 80 ساين 45، الاثنين طالعين لفوق اهوت، وده نازل تحت اللي هو ماينس 50، وتحسب ده. قيمة المحصلة بتاعتك بتطلع قيمة الاف اكس اللي انت طلعتها في اتجاه الاي، والاف واي في اتجاه الجي، ايا كان الارقام اللي هنا، الرقم اللي هنا بيتحط هنا والرقم اللي هنا بيتحط هنا. طيب وبعدين اللي انا جبته ده قيمه المحصله فعلا، بس كدايركشن كمتجه. لو انت عاوز قيمه المحصله دي كماجنتيود اللي هو مطلوب منك اللي انت تجيبه كماجنتيود هنا، نجيبها ازاي؟ قيمه المحصله دي هتساوي ايه بقى؟ كماجنتيود بتساوي، هتجيب الجذر ده اس 2 زائد ده اس 2، وتحسبها بقى على حسب، ماشي؟ يعني ولكن مثلا هنا 5 تبقى تقول 5 اس 2، لو مثلا هنا في ماينس 3 فتقول ماينس 3 اس 2، وتجمعهم وتاخد الجذر يطلع معاك الماجنتيود اللي هو المطلوب ده. طب انت عايز الدايركشن، الدايركشن اللي هي الزاويه، هتقول شيفت تان، شيفت تان اف واي على اف اكس، اف واي على اف اكس اللي هي القيمه دي على القيمه دي، مع مراعاه قاعده الاشارات انك تشوف مثلا ولكن مثلا عندك قيمه الاف اكس اهي رقم موجب مثلا، والاف واي ده رقم موجب. طبعا انت عندك الشكل ده كده بيبقى دي الزاويه صفر، ودي بقى على 92، ودي 180، ودي 270، ودي 360. فطبعا تراعي مثلا لو الاف اكس موجبه والاف واي موجبه، دي يعني اف اكس موجبه اهي والاف واي موجب اهي،
فطبعا الزاويه اللي انت هتطلعها لازم تكون محصوره بين صفر وكام؟ و90. فاهمين قصدي ايه؟ طيب لو انت مثلا عندك الاف اكس مثلا سالبه والاف واي موجبه، ساعتها المفروض قيمه الاف اكس هتبقى على المحور اكس السالب اهو، والاف واي موجبه اهي، فالمفروض ان الزاويه اللي تطلع معاك تطلع ما بين ال90 وال180 وهكذا بقى. يعني مثلا نفترض ان الاثنين سوالب، الاف اكس سالب اهي والاف واي سالب اهي، فالمفروض ان الزاويه تطلع معاك في الربع الثالث ده اللي هو ما بين 180 و270. ماشي يا جماعه؟ طبعا بالنسبه لنا في مسائل لا حصر ليها من الجزء بتاع التو دايمنشن، تمام؟ احنا بنحاول ناخد افكار معينه، مساله سبرينج موجوده، مساله تحليل القوه، مساله يكون فيها ارقام، ازاي هنوصل المساله تكون اي و جي، تمام؟ عايز تحلل على طول من الشكل زي ما احنا حللنا هنا، قلنا ده نيجاتيف ده بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي، ده نيجاتيف ده بالنسبه للواي، تمام؟ عايز تكتبها انت بدلت الاي والجي جي، ينفع كمثال مثلا ممكن نكتب المساله دي، انا واحد يقول لي انا عايز اكتب المساله دي بدلت الاي والجي جي، انا مش عايز اعمل الكلام ده، عايز اكتبها بدلت الاي والجي جي، وانا مطلوب مني كدراسيا ان انا اكتبها بالاي والجي جي. تعال نسمي القوه دي اف 1 اف 2 اف 3 اف 4. تعال نجيبهم واحده واحده كده، اف 1 دي واف 2 اهيت واف 3 واف 4. انت مطلوب منك تكتبهم كلهم بدلاله الاي والجي. اكتبهم ازاي دول؟ موضوع بسيط جدا. اف 1 اللي هي ال 20 دي انا حللتها 20 كوزاين 30 كده و20 ساين 30 كده، تمام؟ تمام. هتشوف الاتجاهات بتاعتها، ده ناحية الإكس الموجب، يبقى تكتب لي هنا كام؟ 20 كوزاين 30. طيب ال 20 ساين 30 ناحية مين؟ ناحية الواي الموجب، فتكتب هنا برضه موجب، يبقى هنا 20 كوزاين 30 وهنا موجب 20 ساين 30. تعالى على الإف 2 أنا حللتها أهوت اللي هي 80 كوزاين 45 أهي، وجا 80 كوزاين 45، هتحللها ده ناحية الإكس الماينس نيجاتيف، هتقول سالب أهو 80 كوزين 45. طيب ده ناحية الواي الموجب، هتقول 80 ساين 45. تعالى هات اف 3، اف 3 ديت قوة اللي هي قيمتها 10 دي موجودة على محور اكس، اكس اكسس، أدام أي قوة موجودة على محور اكس يبقى الواي بصفر، وتشوف بقى قيمة الاكس ناحية الموجب ولا السالب، دي ماشيه ناحيه النيجاتيف اهي تبقى ماينس 10. طب اف 4 هنا دي موجوده على محور واي يبقى الاكس بصفر، طب الواي دي ناحيه البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ في ناحيه النيجاتيف اهي ماينس 50. وساعتها لو انت قلت سمشن اف اكس، قلت ده بلس ده بلس ده بلس ده، هيطلع معاك على فكره نفس الموضوع اللي احنا طالعينه من شويه. تعال نقارن كده، اه قول لي كده سمشن اف اكس، بص كده معايا اهو الكلام اهو، هنا 20 كوزين 30 اهي ماينس 80 كوزين 45 اهي ماينس 10 اهي، تمام؟ اف واي تجمع الجهات 20 سنت 30 اهو، 80 سنت 45 اهوت ماينس 50 اهو. انا بقول لك الاسهل ده، بس انا ممكن يكون مطلوب مني ان انا اعمل ده، يعني مثلا ممكن يقول لك انا عاوز الفرش مثلا اف 1 حاجة اسمها كارتيزيان، الاحداثيات الكارتيزية، اللي هو يقول لك عايز الفورسز كلها بالاحداثيات الكارتيزية. الاحداثيات الكارتيزية دي كلها انك بتعملها بدالة الاي والجي، تمام كده؟ اتمنى اكون فدتكم في الفيديو ده وشرحت كده القوة في التو دايمنشن. ان شاء الله الدرس الجاي هيكون شرح عن الفيديو عن الفورس في الثري دايمنشن، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. شكرا لكم.